السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم راح نتكلم عن نظام حرب الممالك الجديد. خلونا ندخل في الموضوع مباشرة. عدد المشاركين مثل ما هو معروف 8 ممالك، لكن الاختلاف اللي حصل إيش الآن؟ اختيار الممالك والحلفاء صار بتصنيفات معينة. طيب فهد، تراك جالس تصدع روسنا بالطلاسم والكلام اللي ما هو مفهوم، فياليت يعني توضح لنا أكثر. أوكي ركز معي الآن. اللعبة حطت لك تصنيف بالأحرف ابتداء من A B C D. المملكة الأقوى هي اللي تصنيفها A، ثم تليها B، ثم C، وأخيرا D اللي تعتبر تصنيف مملكة ضعيفة. ملك المملكة عنده خيارين، إما أنه يقدم طلب انضمام لجروب مكون من 3 ممالك ويعني يكون هو الرابع، وطبعا يقدر يشوف تصنيفات هذه الممالك وأرقامها قبل تقديم طلب الانضمام، أو يبدأ بإنشاء جروب ويختار الممالك اللي يرغب بانضمامها معه. ولكن في نقطة مهمة هنا، مثلا لو في 3 ممالك متواجدة ولكن المملكة الرابعة ما تم اختيارها، وش راح يصير؟ هنا اللعبة راح تختار بشكل عشوائي المملكة الرابعة بحيث أنه يكتمل الفريق، فتصبح المواجهة عادلة بين ممالك بتصنيف A triple B، أو ممكن تكون C triple D بهذا الشكل. هل ممكن تكون بتصنيفات مختلفة غير هذه؟ الله أعلم. اللي عنده معلومة أكيدة يتفضل يضيفها بالتعليقات، لكن مثل ما أنتم شايفين هذا نظام المطابقة السليم واللي المفترض أنه يكون، بحيث تكون المواجهة عادلة في الحرب. طيب خلونا نكون صريحين ولا نلعب على بعض. وش أبغى في تحالفات قوية؟ نشاطها في الأحداث قوي ولكن في الحروب ضعيف. هنا زبدة الكلام. هذا اللي يخص التصنيفات. طيب بعد التصنيفات وش راح يصير؟ راح يتم تقسيم 8 ممالك في معسكرين، 4 ممالك في معسكر سولاريا اللي هو النور، والأربع المتبقين في معسكر لوناريا اللي هو الظلام. طبعا اللعبة هي اللي تحدد أي معسكر راح تكونون مع حلفائكم من الممالك بهذا الشكل. طيب هذه الخريطة الجديدة وراح نحللها مع بعض تحليل مبدئي، بس قبل ما نبدأ التحليل في إضافتين جديدة ما في أي معلومات واضحة عنها، لعلنا نتركها لكم كتساؤلات وش راح تكون عنا أو كيف بتكون طريقتها. الإضافة الأولى يقول لك يتلقى حكام معسكر سولاريا اللي هو النور تأثير بمسمى المجد الشمسي، ويتلقى حكام معسكر لوناريا اللي هو الظلام بمسمى تأثير بمسمى المجد القمري. يستمر كل نهار لمدة 24 ساعة وتستمر كل ليلة 24 ساعة. أنا عن نفسي ماني فاهم وش نوع التأثير اللي راحهم يعني يحطونه، لكن هذه راح نشوفها إن شاء الله مستقبلا وراح نغطيها. الإضافة الثانية تقول يستطيع كل من في معسكر سولاريا ومعسكر لوناريا ترقية علوم المعسكر عبر لوحة بمسمى سماحة سولونا. أثار البحث هذه ستمنح تعزيز مفيد لجميع الحكام داخل نفس المعسكر المتحالف. طبعا هذه نفس الشيء ما في أي معلومات كافية عنها وكيف راح تكون، لكن بإذن الله راح نغطيها إذا جت. هذا بخصوص الإضافتين الجديدة، ويلا خلونا نبدأ نشرح لكم طريقة اللعب على الخريطة. مثل ما أنتم شايفين الخريطة قدامكم، كل مملكتين متحالفة راح تكون جنب بعض من معسكر النور ومن معسكر الظلام، فوق وتحت معسكر النور ويمين ويسار معسكر الظلام، وبالألوان موضح لك مستويات المعابر. أول ما تطلعون من معابر مستوى 4 راح تتقدمون للأمام مع بعض أنتم وحليفكم بدون أي مواجهة مع أي عدو. طيب فهد، حنا شايفين معابر اللي باللون العشبي اللي يرمز لمعابر المستوى 5، يعني ما يقدرون يدخلون علينا من خلالها؟ لا يا صاحبي، المعابر اللي بالمستوى 5 اللي باللون العشبي هذه فيها الأطلال القديمة، راح يكون بداخلها قتال لكن ما حد يقدر يبني حصن أو يمد أعلام بداخلها نهائيا، فبتكون المواجهة ميدانية فقط. بعدين راح تفتح معابر المستوى 6 اللي باللون البنفسجي وتتقدمون للأمام كذلك، ونفس الكلام
ما راح تتواجهون مع أي أعداء نهائيا في المنطقة. طيب فهد، في معابر باللون الأزرق ترمز للمستوى السابع، وش الوضع؟ يقدرون يدخلون علينا ولا لا؟ يا صديقي، هنا راح تكون مذابح الظلام، نفس النظام، بتكون المواجهة ميدانية، لا تقدر تبني حصن أو تمد أعلام، فوضعكم في السليم حتى الآن. نجي لأخطر منطقة في هذه الخريطة، واللي هي تعتبر بداية الحرب الفعلية بين معسكري النور والظلام. تنفتح المعابر من مستوى 8 اللي باللون البنكي، وهنا يبدأ الطحن على أصوله. نقطة مهمة ركز معي فيها، بداخل هذه المنطقة اللي هي أراضي الملك ما تقدر تبني حصن، لكن تقدر تبني أعلام. طيب وبعدين بنيت الأعلام وش راح يصير؟ هنا راح تقدر تخترق مناطق العدو، وتقدر تدخل مناطقهم بشكل رسمي وتدمر المعسكرات والحصون اللي سيطروا عليها، ولا يقدرون يعيدون بناء هذه الحصون والمعسكرات إذا تم تدميرها. يعني هذا نظام جديد الآن في حسم الحرب، أنك تستهدف معسكرات وحصون الأعداء بحيث أنك تحرمهم هذه النقاط. طيب وش قصة معابر المستوى التاسع اللي باللون البرتقالي؟ هذه يا صديقي واضحة، أن كل مملكة تقدر تدخل على المملكة اللي جنبها بمجرد ما تنفتح هذه المعابر ويبدأ الطحن بينهم، وأنا متحمس أشوف هذه اللحظة بكل أمانة. طيب هذا هو شكل الخريطة الجديد الحالي. لاحظ يعني شكل الخريطة القديم، يعني كان شكله كذا عشوائي، ممكن يحطونك بعيد عن حليفك، فهذه اختلفت الآن وأصبحت عادلة جدا. فخلونا نلقي نظرة عليها من الداخل. لنفترض الآن أني مثلا من معسكر النور وتواجدي في مقاطعة بنغيلا، طبيعي يكون الحليف اللي جنبي من مقاطعة ويجي، وقدام كل يعني مقاطعة ثلاث معابر من المستوى الرابع. لاحظ بهذا الشكل، ونتقدم للأمام لزاراتي مع بعض، يعني هذه تكون منطقة مسالمة ما بيني وبين حليفي. لكن هذه هي الأطلال القديمة، لاحظ هذه من المستوى الخامس، معابر المستوى الخامس ما تقدر تبني أعلام ولا تقدر تبني حصون كذلك، ففي ثنتين هنا على اليسار وفي ثنتين على اليمين. طبعا أنا قاعد أوريك الحين مثال. نتقدم للأمام من معابر مستوى 6 إلى ديمبوركو، نفس الكلام، منطقة آمنة ما يقدر يدخل فيها العدو نهائيا، وهذه هي مذابح الظلام على اليمين وعلى اليسار. تمام، طيب وين راح تصير الحرب الفعلية بين الممالك؟ هذه هي المنطقة، بلاد الملك. على افتراض أني راح أدخل على معسكر الظلام، راح يكون دخولي بهذا الشكل لمنطقة كالشا، وأدمر كل المعالم اللي موجودة هنا، وأحرم العدو فرصة الحصول على النقاط. طبعا بمجرد تدميرك للمعالم هذه ما يقدر يسترجع هذه المعالم، تتدمر بشكل نهائي، ويكون دخولك على منطقة فيلا فيلا على حسب نشاطك طبعا، ويكون الاختراق مثل ما قلنا للمناطق من خلال معابر المستوى الثامن من خلال بلاد الملك، فاللي يسيطر هنا يكون له الأفضلية. طيب وش قصة معابر المستوى التاسع؟ هذه أنا من بنغيلا وجنبي سيلان، فأخترقهم من هنا إذا فتحت هذه المعابر من المستوى التاسع، وتكون آخر أيام المملكة المفقودة، فأدمر وأستحوذ أو عفوا أستحوذ على هذه المعالم وأكتسب الجوائز بهذا الشكل. فكل مملكة تخترق المملكة اللي جنبها. أتمنى يعني وضحت الصورة لكم بشكل عام، وأكون وفيت بالشرح. تقريبا هذا كان كل شيء يتعلق بخصوص نظام اللعب الجديد في حرب الممالك. أي إضافات أو أي أحداث راح تتم إضافتها أكيد راح نغطيها أول بأول إن شاء الله تعالى. إلى هنا نصل إلى ختام المقطع، يعطيكم العافية على المتابعة، نراكم على خير، في أمان الله.